اهلا بكم متابعينا، متابعي اليوم السابع في كل مكان. اجدكم وصابت اوقاتكم من كل حي. انا معكم اسكندريه وبالتحديد من منطقه بحر. اشتغلت منطقه بحر في اسكندريه بالفن الشعبي الحديث ضمن التراث السكندري، ومن هؤلاء السيد حيدر علي الذي كان يعبر عن حركات بالرقص بالسلاح والكراسي، وشارك في فيلم أبو أحمد مع الفنان فريد شوقي ومحمود المليجي، وأيضا في فيلم مع الفنان الراحل عماد حمدي أيام رائعة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. عرفنا بحضرتك. أحمد، السيد أحمد. حضرتك اسم السيد حيدر علي. أحمد، السيد أحمد. احكي لنا بقى، يعني السيد حيدر علي كان مشهور في المحل كلها في اسكندريه، قول لنا بقى كان هو المحل ده محله اشتهر بالرقص في الكراسي، كان دلع الكراسي في فمه والسلاح الابيض السكاكين. ايوه، احكي لنا بقى الافلام اللي شارك فيها وبدات ازاي معانا. هو بدأ إن كان حبايبه بيعزموه في الأفراح، اكتشفوا فنان الفنون الشعبية أستاذ زكريا الحجاوي، هو اللي اكتشف السيد حيدر علي، وسنة 58 ودى أمريكا في الفنون الشعبية، طراز الفنون الشعبية مع الفنون الشعبية. وبعد كده بدأ إن زكريا الحجاوي ينقله إلى الفن الشعبي، من محل بقالة إلى الفن الشعبي، فاشتغل في الفن الشعبي فعجب جميع الإسكندرانية الفن الشعبي بتاع السيد حيدر علي. هنا من اول المشوار بدا في فيلم ابو احمد، وبعدين فيلم ايام ضايعه، وبعدين مع الشيخ امين. ما كانش بيفرق، لان الشيخ امين برضو من الطراز الشعبي الاسكندراني الاصيل. وفيلم ايام ضايعه، فيلم ايام ضايعه كان طالع الشيخ صيادين فيه، وعمل برضو عمل اوبريت نمره برضو زي اللي عملها في فيلم محمود. بتقول لي الفيلم ده في الفكره اللي كانت في الميه دي برضو كانت، ايوه كانت اختي، كانت بنته الطفله اللي هي اترمت في الميه وطلعت في المشاهد دي، كانت اختي. طبعا الفن الشعبي اللي كان بيعمله ليه كان مميز؟ مميز، ما فيش حد بيعرف يعمله، كان مميز عن اي فرقة، مميز عن اي تراث، هو اللي اتشهر بيه. كان بيقدر يشيل الكرسي، كان بيشيل كرسيين كرسيين والسيجارة ببقه من جوه، وبعد ما ينزل بالكرسيين تطلع السيجارة خلصانة ولع زي ما هي، تطلع السيجارة ولع زي ما هي بعد عشر دقايق من شيل الكراسي، وبعد ما ينزل الكراسي السيجارة ببقه، بيحط منديله وبيطلع دخانة السيجارة جوه بقه. ده بالنسبة للكراسي. كان برضو كذا سكينة، السكاكين دي كان بيرقص بيها في ايديه، وكان بيلعب بيها زي ما هو عايز، ما كانش حد بيعرف يعمل اللي هو بيعمله، مش عشان انا ابنه، انا بقول الحقيقه، ما كانش في حد خالص يعرف يعمل اللي هو بيعمله. قلت لي ان هو برضو راح عمل الفن الشعبي ده بالرقص والكلام في شوارع امريكا. ايوه، كانت فنون الشعبيه، كانت فرق الفنون الشعبيه طالعه تبع الدوله. كانت سنه كام؟ كانت سنة 58.
أصحابه. وقلت لي برضو إن هو كان تم دعوته في حفل هنا راحل أنا وحمد. أيوه هو كان معاه الشيخ أمين. وكان معاه الشيخ أمين. ورأسه قدام الرئيس. ورأسه ياما قدام الرئيس السادات وياما دعاه في حفلات. بس هي الحفلة الأخيرة دي اللي كانت في اللي كانت سنة 81 اللي هي كانت في أكتوبر 81. الناس هنا كان علاقته بالشارع؟ لا علاقته هنا كان راجل محبوب، مش عشان والدي، كان راجل محبوب والناس كلها بتحبه، وما كانش له اختلاط بلسان بأي حد، وكانت الناس بتحترمه، وعمره ما عمل خناقات مع حد ولا هو فتوه ولا حاجة، مش فتوه. ده كان راجل محترم وانا على باب دكانه كان ومعروف الناس عارفاه. كان بيجي يحكي عن لقاءاته مع الفنانين والله هو ما كانش واشتغل معاه هنا اشتغل في ابو العباس هنا الشادر معاه الاستاذ بكاوي ومعاه كريم محمود واشتغل في اوبريت في مرسى حكوته مع راحله مرحبا يا معاك احترف الاوبريت ايوه كان بيرقص هي وكانت كان الاوبريت بتاع نعم معاك اسكندريه انا مرسى حكوته اللي هو كان الملاهي زمان محرم فؤاد امام محرم فؤاد كان صديق لسيد حلال ايوه قاعد عنده قبل ما يشتغل في السينما وقبل ما يغني في الاذاعه كان يعرفه من قبل كان يعرفه قبل ما يشتغل في السينما وقبل ما يشتغل في الاذاعه كان في حفله هنا عندنا في بحري وكان فيها الفنانين بتوع مرسى عثمان ياسين وكانوا معزومين كلهم مع بعض وجم هنا قعدوا عندنا الفجريه بعد ما خلصت الحفله وجم قعدوا هنا من دمنيون محرم فؤاد كان بيغني اغاني عبد الحليم حافظ ايام اللي بقول لك عليها دي كان بيغني اغاني عبد الحليم حافظ ومين من الفنانين كان بيجي هنا كتير والله كتير بس كانوا بيجوا بعربياته وياخدوه كل الفنانين كله كانوا بيجوا بعربياته وياخدوه سمير صبري كان بيجي له هنا على طول اي حفله الوحيد اللي كان بيجي له هنا رحمه الله سمير صبري هو اللي كان بيجي له بعربيه الاذاعه وياخده ويمشي بيه الوحيد اللي كان عارف سره سمير صبري